السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. اليوم أخوتي غادي تكون واحد الجولة في مدينة بركان. هذا النهار غادي نتجولوا في مجموعة ديال الشوارع ديال مدينة بركان كما عودناكم في مجموعة ديال الفيديوهات. وتحياتي لكم كاملين سواء الناس اللي كاينين داخل المغرب أو خارج المغرب، وشكرا للناس اللي كيدعمونا سواء بالتعليقات الإيجابية ولا بالضغط على زر الاعجاب ولا البارطاج ديال الفيديو. وشكرا لكم بزاف اخوتي على الدعم ديالكم اللي خلينا نزيدو نقدموا المزيد من الفيديوهات. اليوم اخوتي غادي نبداو من طريق مادغ، راني بالضبط في طريق مادغ. غادي نتجولوا في بزاف ديال الشوارع في بركان. المهم ما كايناش كما قلنا شي شارع معين غادي نفوتوا فيه، ولكن بزاف ديال البلايص اللي غادي تشوفوهم معنا في هذا الفيديو، وغادي تجولوا معنا في شوارع مدينه بركان عاصمه البرتقال. نتمنى لكم فرجة ممتعة. ما تنساوش تبارطاجوا هذا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، ضغطوا على زر الإعجاب، كتبوا لنا لتحت شي كومنتير، ويلا هون نبداو الفيديو ديالنا لهذا اليوم. خوتي قبل ما نبداو الفيديو، واحد السيد كان طلب مني واحد الديديكاس واحد التحية، اللي هو الدعيوي محمد والأخ ديالو الدعيوي عبد الرحيم. قال لي أنه مقيم في إسبانيا وهو سائق ديال الطاكسي. تحياتي ليك أخويا الدعيوي وتحية للعائلة كاملة. وطبعا كما كنت قلت لكم في واحد الفيديو سابق، اللي بغى نكتب ندير له واحد التحيه في الفيديو المقبل ولا في الفيديوهات الجايه يكتب لي في لي كومونتير، وغادي نقول بالاسم ديالو في البدايه ديال الفيديو. يلا هم بداو الجوله ديالنا في مدينه برك. بسم الله على بركة الله، نبداو الفيديو ديالنا ونبداو الجولة ديالنا في شوارع مدينة بركان. خوتي راني بالضبط في طريق مادغ، الطريق اللي الصراحة ولا عندها واحد الشكل رائع، ولا واحد من أجمل الشوارع اللي كاينة في مدينة بركان، لا في النهار ولا في الليل. أنا في الليل عاود راه عنده واحد الشكل واعر بزاف، واحد الإضاءة رائعة، عكس كما كان في قبل واحد الخمسة ديال السنوات ولا أربع سنين، راه الشارع ما كانش بهذا الشكل نهائيا. ونتمنوا حتى الشوارع الاخرى تكون حتى هي بهذه الجوده، وتكون الخدمه ديالها مزيانه، تكون فيها الاضاءه في الليل، تكون التريطوارات مخدومين، يكون الغازو في الجنبات، يكون الشجر. هادو هما الشوارع اللي كنتمناهم يكونوا في مدينه بركان. اذا اخوتي كما قلت لكم راحنا في طريق مادغ، غادي نطلعوا مع طريق السعيديه، وغادي نفوتوا بزاف ديال الشوارع هذا النهار. كما قلنا راه ما كانش يعني واحد الوجهه محدده بالضبط، ولكن غادي نمشيو لواحد، غادي نوصلوا حتى للجهه ديال ورطاس، غادي نبداوها من هنا، وغادي نفوتوا في بزاف ديال الشوارع اللي كاينه في مدينه بركان.